انت دارس حقوق اليوم، انت كمحامي، مين من هالاسمين بتقبل توقف وتدافع عنه او عن مواقفه او عن وجهة نظره اذا طلب منك؟ أصالة نصري او جمال سليمان؟ جمال سليمان. الظرف اللي صار او اللي انحط فيه الاستاذ الكبير جمال سليمان، انا ما بعرف اذا بوجهه نظره بجوز ما تكون ظرف، بس بيستاهل اسم كبير مثل الاستاذ جمال سليمان انه نجرب تجربه. طب واصاله كمان اسم تماما، بس انت عم تقول لي اختار واحد يعني، فبيستاهل مثل هيك اسم كبير انه نجرب تجربه، وبتستاهل سوريا انه نجرب تجربه، عسى انه القلوب ترجع تتصافى وعسى انه الامور ترجع احسن، فاكيد بدافع عنه.